أهلا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، والتي نطلع فيها أهم وأبرز ما تداولته الصحف والمواقع الإخبارية. موقع يمن مونيتور عنوان في صفحته الرئيسية: الحوثيون يلجؤون لحشد السكان وسط العاصمة بعد رفض قبائل حزام صنعاء القتال. وقال الموقع إن جماعة الحوثي المسلحة لجأت إلى حشد المواطنين اليمنيين في مديريات وسط العاصمة صنعاء لقتال الحكومة اليمنية، بعد أن رفض شيوخ القبائل اليمنية في حزام صنعاء القتال إلى جوارهم ضد القوات الحكومية في نهم. وقال زعيم قبلي في طوق صنعاء اليمن مونيتور إن الحوثيين قدموا إليه وعدد من مشايخ القبائل وطلبوا مساعدتهم لتأمين مناطق القبائل من الحكومة اليمنية، لكننا رفضنا بشكل كامل التدخل وتدمير قرانا وممتلكاتنا ومزارعنا. ويبدو أن الجماعة عندما فشلت في تحشيد المقاتلين في قبائل طوق صنعاء قامت بحشد المدنيين وسط المدينة، فتدعو بشكل يومي إلى اجتماعات في الساحات العامة للمديريات وسط العاصمة من أجل تجنيد المواطنين في جبهات القتال. رغم بشاعة الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الانقلابيين في اليمن ضد المدنيين، لكن وفقا لموقع الموقع بوست فإنه يبدو أن ملف حقوق الإنسان في اليمن يخضع للتسييس، ربما بفعل طبيعة تحولات العلاقات السياسية بين القوى الكبرى في العالم وبعض القوى الإقليمية. ويقول الموقع في تقرير خاص تحت سؤال: ما مدى خطورة تسييس ملف حقوق الإنسان في اليمن؟ إن جرائم الانقلابيين تشمل القتل المتعمد للمدنيين والإعدامات الميدانية وإعدام بعض أسرى الحرب والاعتقالات العشوائية والتعذيب في السجن ومداهمة منازل بعض المواطنين بشكل مفاجئ وترويع النساء والأطفال بذريعة البحث عن مطلوبين، بالإضافة إلى اختطاف الأبرياء والإفراج عنهم مقابل فدية مالية وتفجير بعض منازل المواطنين وإطلاق النار بشكل عشوائي ونهب الممتلكات وما إلى ذلك. وقال موقع الموقع بوست إن الانقلابيين تعمدوا إنشاء منظمات يديرها أشخاص من صفوفهم ولم يسمحوا للمنظمات الأجنبية العمل بشفافية، واشترطوا على كل منظمة تريد العمل في اليمن أن يكون مقرها في صنعاء وأن يتولى أشخاص يعينهم الانقلابيون العمل في هذه المنظمات. لن يمر لعام آخر. تحت هذا العنوان كتبت فكرية شحرة مقالها المنشور في يمن مونيتور، وقالت في جزء منه: كل عام نقول مر عام، والأعوام باقية تتجدد ونحن من نمر ولا نعود. كواكب من شباب الوطن قتلوا في هذا العام ككل عام منذ أتى القتلة للحكم عبر الانقلاب. منازل تهدمت فوق رؤوس قاطنيها، فكانت هي الكفن الأخير لأجسادهم وأرواحهم البريئة. أطفال يذون جوعا أمام سمع وبصر العالم، وكأنما لا ضير لو زاد عدد الجوع في العالم ألف رقم. دمار محبط في مرافق الخدمات وفي ضمائر القائمين عليها. تهاو مخيف لصرح التعليم كأنه مبني من هلام لثلاثة وثلاثين عاما. تفشي للضغائن بين أبناء الوطن الواحد يذكيه جهل وخوف وبيع للذمم والعقول. امتهان للكرامة يلاحق الأحرار، وانتهاكات لحقوق الإنسان في المعتقل والشارع والعمل وحتى المساجد وكل مكان. تفجيرات مدبرة تنسف حلم المواطن البسيط في الحياة، ومن لم يمت بالحرب مات جوعاً أو بانفجار عبوة ناسفة. كل إنجازات هذا العام مقابر جديدة واسعة الأرجاء، ساكنها بلا هوية لا تدري أهو جلاد أم ضحية. أمثالنا ينبغي ألا يقولوا مر عام، أمثالنا يجب أن يصرخوا ملء قلوبهم وأفواههم: لقد عدنا للوراء ألف عام. ويجب أن نوقف رجوع الزمن بأجسادنا في ساحات النضال بلا مبادرات أو سلام يكفل عودتنا للخلف بكل الرضا. الآن في كل خطوط القتال نوقف مد الزمن بأرواحنا، فلكي يتسنى لنا الحلم بمستقبل ينبغي أن لا نعود لنعيش الماضي مرة أخرى. نحن الذين مروا على أكتافنا وصنعوا من جلودنا سكنا لهم وأقبية يخفون فيها أموالنا. نحن الذين قتلنا بالقصف والجوع والحصار، ومروا علينا جثثا. نحن الذين مررنا ومرينا علقما.
موقع المصدر أونلاين عنوان في صفحته الرئيسية: إصابة 3 شقيقات بجروح بليغة جراء دهسهن من قبل عربة أو طقم للحوثيين شرق تعز. وقال شهود عيان إن 3 فتيات أصبن بجروح بليغة جراء دهسهن من قبل عربة طقم لمسلحي جماعة الحوثيين في منطقة الحوبان شمال شرق تعز. وذكر أحد الشهود للمصدر أونلاين أن العربة كانت تسير بسرعة كبيرة أمام مدرسة طيبة للبنات قبل أن تدهس 3 شقيقات أدخلت 2 منهما العناية المركزة. وأضاف أن عربة الحوثيين فرت نحو تلة سوفتيل، وسارع مواطنون إلى إسعاف الفتيات فاطمة وماريا وميمونة محمد ثابت، بينما لم يعر الحوثيون الحادثة أي اهتمام. أفادت مصادر محلية بمدينة الشريجة التابعة لمحافظة لحج لموقع عدن الغد أن الميليشيات قامت بتهجير مواطنين من مدينة الشريجة. وأضافت المصادر أن الميليشيات طلبت من أهالي مدينة الشريجة النزوح وترك منازلهم باعتبارها ساحة حرب حد زعمها. ورجح مهتمون أن هذه الخطوة من شأنها زراعة مزيد من الألغام في المدينة بهدف إعاقة تقدم المقاومة والجيش نحو مدينة الراهدة التابعة لمحافظة تعز. يتابع الموقع: الميليشيات كانت قد زرعت حقول ألغام كبيرة بين مدينتي الشريجة وكرش، وكان آخر ضحايا تلك الألغام أحد المواطنين قبل يومين. إلى موقع الوحدوي نت والذي عنون في صفحته الرئيسية بخصوص ما يجري في الجامعات اليمنية وعلق: رئيسة مجلس تنسيق نقابات التدريس: الإضراب سيعم الجامعات الحكومية مطلع الشهر القادم. الدكتورة ابتسام الأصبحي رئيسة المجلس التنسيقي الأعلى لنقابات التدريس بالجامعات الحكومية أكدت أن المجلس أقر خطوات تصعيدية موحدة في الجامعات الحكومية ستبدأ من يوم الأحد القادم، وأن الخطوات ستبدأ برفع الشارات الحمراء والإضراب الجزئي حتى تصل للإضراب الشامل خلال أسبوع في حالة عدم تنفيذ المطالب. وقالت بأن مطالبهم تتمثل في صرف الرواتب المتأخرة وتصحيح ووقف كافة المخالفات الأكاديمية والإدارية والمالية والإفراج عن كافة المعتقلين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. ما تزال قضية اختفاء الأطفال اليمنيين من أبناء الطائفة اليهودية الذين هاجروا إلى إسرائيل قبل 60 عاما محل جدل. فوفقا لموقع المشاهد والذي جمع معلوماته من أكثر من صحيفة وموقع، فإنه تم العثور على أطفال يهود اليمن المفقودين في إسرائيل قبل 66 عاما. ويقول الموقع: كانت العائلات اليمنية التي قدمت إلى إسرائيل كثيرة الأطفال في تلك الفترة، ويعاني أفرادها من الأمراض المزمنة. وفي تلك الفترة كان يعصف بالمنطقة وباء شلل الأطفال وبالذات في إسرائيل، وعند ظهور أي شك فإنه يجري فرض حجر صحي على الأطفال المصابين وينقلون إلى المستشفيات، وتم ذلك بدون وثائق مرافقة. وعادة كانت تبلغ الأسرة اليمنية بأن طفلها قد توفي نتيجة المرض، وجرى دفنه بدون أن يحضر الأهل عملية الدفن وبدون أن يستلموا شهادة وفاة. يتابع الموقع: اتضح لاحقا أن الكثير من الأطفال المذكورين فعلا توفوا في المستشفيات، ولكن لم يقم أحد بالبحث عن عائلات الذين بقوا على قيد الحياة، وبالتالي كان يجري تبنيهم من قبل عائلات أخرى. تأخر طبيب الأطفال عن الحضور إلى إحدى مستشفيات تريم في حضرموت، فقام أحد الممرضين بإغلاق العيادة. عن هذا الخبر عنون موقع عدن تايم: ممرض يغلق عيادة بمستشفى تريم احتجاجا على تأخر طبيب. وأوضح مدير المستشفى محمد حداد الكاف لعدن تايم أن بعض الأطباء أضربوا عن العمل تضامنا مع زميل لهم تم إغلاق عيادته من قبل أحد الممرضين في المستشفى. وبحسب مصدر يعمل في المستشفى، فإن عيادة الأطفال أغلقت رغم حضور الكثير من الأطفال من مناطق بعيدة مثل منطقة سناء والردود وغيرها، حيث تبعد بعض المديريات حوالي 100 كيلو عن مدينة تريم. يتابع الموقع: مستشفى تريم يغطي العديد من المناطق، كما أن البعض يأتي من مناطق بعيدة حيث يضم وادي حضرموت العديد من المديريات في ظل محدودية الخدمات الطبية في سيئون وتريم. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا، ونذهب إلى صحيفة العربي الجديد والتي عنونت في إحدى صفحاتها:
يمنيون يعودون إلى الزراعة بسبب الحرب. تقول الصحيفة رب ضارة نافعة، فعلى الرغم من ويلات الحرب ومآسيها في اليمن إلا أنها أفادت بعض القطاعات، أبرزها القطاع الزراعي الذي يستمر نشاطه في الأرياف ويساهم في صمود المواطنين مع اقتراب البلاد من عام الحرب الثالث. تتابع العربي الجديد. الحرب أفرزت ظواهر إيجابية في هذا القطاع وأوجدت فرصا غير مسبوقة للمجتمع الريفي، خففت من أضرارها وساهمت في استمرار الدخل للكثيرين. تضيف الصحيفة هجرة السكان العكسية من المدن نحو الأرياف وانقطاع رواتب عمال القطاعين الخاص والحكومي دفعا كثيرين إلى العمل في الزراعة واستصلاح أراضي مهجورة، ساهمت في استقرار كثير من الأسر النازحة وزيادة الإنتاج في عدد من المناطق. وإلى صحيفة الخليج الإماراتية والتي قالت إن عدد الانتهاكات التي طالت واحدة من محافظات اليمن بلغت 18,000 حالة انتهاك للميليشيا بحق أبناء محافظة حجة. وأوضح تقرير ائتلاف المنظمات الحقوقية في حجة أن حالات الانتهاك تنوعت بين قتل وتعذيب حتى الموت وإخفاء قسري واختطاف وتهجير ومداهمة منازل وقرى ونهب ممتلكات ومصادرة مرتبات وتحويل المنشآت العامة والخاصة إلى ثكنات عسكرية واستخدام المساجد في بث ثقافة الكراهية والتعبئة الطائفية. وذكر التقرير أن عدد ضحايا القتل بلغ 13 حالة، وبلغت حالات الاختطاف والإخفاء القسري 618 حالة، غالبيتهم ناشطون سياسيون وحقوقيون وتربويون وعمال، إضافة إلى عشرات الأطفال والنساء. اقتصاديا، قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن عدن تسعى لجذب الاستثمارات، حيث أعلنت السلطات المحلية في مدينة عدن سعيها لضبط الأوضاع الأمنية من أجل جلب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد خلال الفترة القادمة. وأكد محافظ عدن عيدروس الزبيدي عزم إدارته إعادة عدن لوضعها الطبيعي كمنطقة حرة زاخرة بالاستثمارات، مضيفا أن الأجهزة الأمنية ستعمل على تأمين كل المشاريع الاستثمارية بما يخدم النهوض بالاقتصاد الوطني. وأكد الزبيدي أن الأجهزة الأمنية ستعمل على ضبط الأوضاع وتحقيق الأمن بما يساهم في تشجيع عودة الاستثمارات والمستثمرين من جديد. تتابع الصحيفة الإماراتية نفذت الأجهزة الأمنية حملة لضبط عدد من الجماعات المسلحة التي شرعت بالسيطرة على أراضي المنطقة الحرة خلال الأيام الماضية. عن تفرق اليمنيين وعن بزوغ الفرقة من داخل الكهوف وعن رغبتها في الانتقام التاريخي، كتب حسن عبد الوارث قطعة أدبية يقارب فيها واقع ما يجري. تفرقت أيدي سبأ من جديد، لم يفرقهم انهيار السد كالأمس البعيد، لم يفرقهم انشطار الحد كالأمس القريب، فرقتهم فرقة ناجية من العقل، فرقة أرادت اختزال الزمان في حقبة الألف، واختزال المكان في قعر الكهف، واختزال الحدث في شبق الانتقام. تفرقت أيدي سبأ، فرقتهم فرقة ناجية من العقل، فرقة أثبتت أن العقل ناج من اليمن، وأن اليمن تفقد اليوم مخزونها من العقلاء لقرن قادم. لا تسلني يا صديقي من أي البلاد أنت، أخجل أن أقول أنني من بلاد تدفن الجثث في قلب الحقول وترفع البنادق فوق أغصان السبول. صحيفة القدس العربي وضمن الأخبار الأكثر تداولاً عنونت مواطن سوري يطلق اسم المستشارة الألمانية على طفلته الوحيدة. تقول الصحيفة عام مر على إطلاق السوري مأمون الحمزة اسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على مولودته الأولى، حيث تغيرت حياته خلالها وحياة اللاجئين من حوله في مدينة مونشنغلادباخ غرب ألمانيا. يقول والد الطفلة نحب الحياة هنا وننوي أن نكمل حياتنا في ألمانيا، فالحياة هنا هادئة ولا مشاكل فيها، هربنا من كل ما هو ظالم وقاسي. وتقول الصحيفة عن المدينة التي يقيم فيها أبو الطفل مع أسرته إنها مدينة تضم آلاف اللاجئين دون مشاكل تذكر منذ أن بدأت موجة اللجوء في العام 2013 حتى اليوم، كما كانت من أوائل الولايات التي عملت على التقدم خطوة في سبيل الاندماج. في العام 1941 هاجمت اليابان مرفأ في الولايات المتحدة، عقب ذلك ألقت أمريكا بقنابلها النووية على مدن اليابان،
بالأمس وقف رئيس الوزراء الياباني في الميناء الذي تعرض للقصف، ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط فقد رحب اليابانيون بزيارة رئيس الوزراء إلى بيرل هاربر باعتبارها بادرة تاريخية ورسالة سياسية إلى الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب. وتعد هذه الزيارة هي الأولى لرئيس وزراء ياباني إلى النصب التذكاري الذي أقيم في بداية ستينات القرن الماضي لتكريم ذكرى 1177 أمريكيا سقطوا عندما دمر الطيران الياباني السفينة الحربية في الهجوم. وقال بحار ياباني شاركت وحدته في هجوم بيرل هاربر قبل 75 عاما إنه تأثر كثيرا عندما سمع تصريحات رئيس وزراء بلاده الذي أشاد بالمصالحة، لكن الصين لم ترحب بهذا التصالح. وقالت صحيفة جلوبال تايمز الصينية إذا أرادت اليابان فعليا المصالحة حول قضايا تاريخية فإن رئيس وزرائها قد اختار الوجهة الخطأ. القرار الذي صوت عليه مجلس الأمن في 23 ديسمبر في الوقت الذي يطالب فيه إسرائيل بالوقف الفوري لبناء المستوطنات فإنه يدين المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة وجميع الدول الصغيرة والكبيرة التي قبلت دعمها المباشر للسياسات الإسرائيلية وتواطؤها معها وصمتت أكثر من 60 عاما على أعمالها. هكذا بدأ برهان غليون مقاله المنشور في العربي الجديد عن قضية القضايا وهي فلسطين. لا يختلف ما حصل بعد الانتصار العسكري لإسرائيل على العرب عام 1967 من فتح المناطق الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وغزة على الاستيطان وتوسيع قاعدة المستوطنين وعددهم فيها عما حصل من قبل، فهو استكمال للفعل الاستعماري الأصلي بالمنطق الذي قبل به العالم ومررته منظماته الدولية وحماه حق النقض الفيتو الذي احتكرته لنفسها الدول الكبرى الخمس روسيا والولايات المتحدة خصوصا ولا تزال تستخدمه لتجنيب نفسها وحلفائها عواقب خرق القانون. في هذا السياق لم يكن لدى تل أبيب أي سبب في أن تقبل احترام حقوق الفلسطينيين حتى في جزء من فلسطين التاريخية أعني الضفة الغربية ومن ثم الدخول في أي مفاوضات تسوية سياسية على أساس حل الدولتين كما كان يحلم عديدون من أصحاب النيات الحسنة، ولذلك ما كان هناك أي أمل أو فرصة في أن تجد المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية حلاً لها وأن تقبل تل أبيب بتطبيع علاقاتها مع دول المنطقة وبالمناسبة نفسها تطبيع وضع المنطقة مع متطلبات احترام القانون الدولي أو ما اصطلح على تسميته كذلك. لكن هذه السابقة في قبول تعليق المبادئ السياسية والأخلاقية المعمول بها عالمياً والضرب عرض الحائط بما سمي القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان بل الدفاع عن انتهاكها تعاطفاً مع إسرائيل وتعويضاً عن اللاسامية والاضطهاد الذي تعرض له يهود الغرب لم يتوقف فعلها على إسرائيل، لكنها سوف تسمم علاقات دول الإقليم بأكمله وتقوض سيادة الدول والشعوب وتعيد من أقبية التاريخ العمل بقانون الفتح وتجيز التوسع والتدخلات العسكرية وإطاحة النظم أو تثبيتها بالقوة حسب مصالح الدول الأخرى. إذن قال العالم لإسرائيل توقفي عن إقامة المزيد من المستوطنات، فهل تستجيب لنداءات مجلس الأمن؟ جولتنا المصورة من صحيفة الشرق الأوسط ويظهر فيها مستوطنات جديدة قيد الإنشاء. هذه المجموعة من الصحف العربية والصور نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نتابع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.